السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة معادنا مع شرح غرزة جديدة، غرزة تريكو. الغرزة سهلة التنفيذ، خطواتها بسيطة. بالنسبة للخيط اللي احنا هنستخدمه، ممكن نستخدم اي نوع من الخيط، خيط رفيع او متوسط السمك او سميك. لو حابين نتكلم عن العينة، العينة عندي تتكون من مضاعفات العدد 3 زائد 2، يعني انا هضاعف العدد 3 زي ما انا عايزة، وبعد كده هزود 2 في الآخر. عدد السطور عندي 12 سطر، بيتكرروا من السطر الأول حتى السطر الـ12. احنا شايفينه دوت الغرزة من الأمام، هنقلب ونشوف الغرزة من الخلف. عندي السطور الخلفية كلها هنشتغلها بالغرزة المقلوبة، يبقى أنا عندي الشغل كله في السطور الأمامية لكن الخلفية بالغرزة المقلوبة. يبقى نقول تاني مع بعض ان العينة تتكون من مضاعفات العدد 3 زائد 2، يعني هضاعف العدد 3، 3، 6، 9، 12 وهكذا، وفي الاخر هزود 2. عدد السطور عندي 12 سطر، بنكرر السطور من السطر الاول حتى السطر الـ12. السطور خلفية كلها بنشتغلها بالغرزة المقلوبة. هنشتغل مع بعض الغرزة سطر بسطر، ونبدأ إن شاء الله في شرح الغرزة. بسم الله. هنبدأ وهنشتغل السطر الأول. السطر الأول عندي من السطور الأمامية. دايما هيبقى عندي في غرزة حفة في الأول وغرزة حفة في الآخر، دول طبعا خارجين عن نموذج العينة. بعد كده هاجي أول غرزتين هشتغلهم مقلوب، ودول مش هكررهم. يبقى اول غرزتين مش هكررهم، اللي هما بيبقوا بعد علامة الزائد. طبعا احنا بنكرر العدد اللي هو قبل علامة الزائد، يبقى من اول هنا هنكرر 3 غرز. هنيجي في الغرزة دي هنشتغل 3 غرز، غرزة عدل، لفة، وبعد كده غرزة عدل. يبقى احنا هنشتغل في غرزة واحدة هنشتغل فيها 3 غرز، بعد كده 2 مقلوب. يبقى كده الـ3 غرز عندي كده انتهوا، هيتكرروا عندي حتى اخر السطر. هنكرر مرة تانية، هنشتغل في الغرزة دي 3 غرز، غرزة عدل، لفة، بعد كده غرزة عدل، وهشتغل غرزتين مقلوب. يبقى احنا هنكرر المرة الثالثة نموذج العينة اللي بيكون عندي من 3 غرز. يبقى احنا بنعمل في اول غرزة بنشتغل ونعمل 3 غرز فيها، بعد كده بشتغل غرزتين مقلوب. يبقى احنا بنكرر الـ3 غرز حتى اخر السطر. يبقى تاني مع بعض السطر الاول. السطر الاول بنشتغل اول غرزتين مقلوب، ودول مش بيتكرروا تاني. بنبدأ بعديهم نكرر 3 غرز. كررنا مع بعض 3 غرز اكتر من مرة، يبقى كده ينتهي عندي شغل السطر الاول. السطر التاني عندي شغل السطر التاني، كل السطور الخلفية هنشتغلها بالغرزة المقلوبة. يبقى احنا هنشتغل السطر التاني كل الغرز. عندي افكركم ان العينة بتتكون من مضاعفات العدد 3 زائد 2، كل الغرز هتكون بالغرزة المقلوب. يبقى احنا نخلص السطر التاني كله بالغرزة المقلوب، وكل السطور الخلفية هتكون بالغرزة المقلوب. السطر التالت من السطور الأمامية، هنبدأ بغرزة حافة، بناخدها عدل من اللفة الخلفية. بعد كده هنبدأ في نموذج العينة وهنشتغل غرزتين مقلوب، ودول مش هيكرروا عندي تاني. هنبدأ من بعديهم نكرر 5 غرز، 3 غرز عدل، وبعد كده غرزتين مقلوب. يبقى احنا هنشتغل 2 مقلوب. يبقى الـ5 غرز دول هيتكرروا عندي حتى اخر السطر. هنكرر مرة تانية، 3 غرز عدل، وبعد كده هنشتغل غرزتين مقلوب. يبقى احنا في السطر الثالث بنكرر 5 غرز.
يبقى انا كده عندي السطر التالت، عرفنا هنكرر فيه 5 غرز حتى نهاية السطر التالت. السطر الرابع عندي من السطور الخلفية، وهنشتغله برضو بالغرزة المعلومة. يبقى انا عندي كل السطور الخلفية اللي هي السطور الزوجية اللي بتبدأ من السطر التاني حتى السطر الـ12 هيكون شغلها كله بالغرزة المقلوبة. يبقى احنا مع بعض هنخلص السطر الرابع، هنخلصه بالغرزة المقلوبة. ايه، هشتغل دلوقتي السطر الخامس وهيكون شغله زي شغل السطر التالت. هنبدأ بغرزة حافة، بعد كده هشتغل غرزتين مقلوب، ودول مش هيتكرروا عندي تاني في السطر الخامس، هنكرر بعديهم 5 غرز. يبقى من أول هنا هنكرر 5 غرز، 3 غرز عدل، غرزتين مقلوب. يبقى الـ5 غرز دول اللي هيتكرروا عندي حتى نهاية السطر الخامس. شغل السطر الخامس زي شغل السطر الثالث. يبقى احنا بنبدأ بغرزتين مقلوب ومش بيتكرروا عندي في السطر الخامس، بيتكرر بعديهم 5 غرز، 3 غرز عدل، غرزتين مقلوب. يبقى السطر الخامس زي شغل السطر الثالث اللي بيتكرر عندي 5 غرز، وبكده يكون شغل السطر الخامس عندي شغله انتهى. السطر السادس من السطور الخلفية وشغله برضو هيكون بالغرزة المقلوب. انا ماشية شرح السطور الامامية والسطور الخلفية علشان نعرف الغرزة وتكون عندنا سهلة التنفيذ. يبقى احنا هنخلص السطر السادس كله بالغرزة المقلوب. وصلنا للسطر السابع، وده سطر اللي هنرجع فيه لعدد الغرز الأصلية اللي احنا بدأنا بيها. هنبدأ بغرزتين مقلوب، ودول ما بنكررهمش في بداية السطر السابع على مرة واحدة. بعد كده هنبدأ من أول هنا نكرر، هنسلت غرزة، هنشتغل 2 عدل معا، هنقفل الغرزة اللي احنا سلتناها على الغرزتين العدل معا، هنشتغل 2 مقلوب. يبقى احنا كده رجعنا الـ3 غرز اللي بيتكرروا عندي في السطر السابع مرة تانية زي السطر الاول. يبقى احنا هنكرر مع بعض تاني، هنسلت غرزة، هنشتغل 2 عدل، هنقفل الغرزة اللي احنا سلتناها، بعد كده هنيجي نشتغل 2 مقلوب. يبقى هو ده شغل السطر السابع. بدأناه بغرزتين مقلوب ومش بنكررهم، بنكرر بعديهم ان احنا بنسلد غرزة ونشتغل 2 عدل معا، ونقفل الغرزة اللي احنا سلدناها، وبعد كده بنشتغل 2 مقلوب. بيتكرر الشغل دوت حتى نهاية السطر السابع. لازم بعد ما يخلص السطر السابع عندي يكون عدد الغرز اللي احنا بدأنا بيه في السطر الاول يكون رجع نفس العدد، يعني احنا بننقص الغرز اللي احنا زودناها في السطر الاول بننقصها في السطر السابع، وكده ينتهي شغل السطر السابع. السطر الثامن عندي من السطور الخلفية، وبرده هيكون شغله عندي بالغرزة المقلوب. يبقى هنبدأ وهنشتغل السطر السابع، هنشتغل كله بالغرزة المقلوب. يبقى احنا هنخلص السطر السابع، هنخلصه بالغرزة المقلوب. هشتغل دلوقتي السطر التاسع، السطر التاسع من السطور الأمامية، وشغل السطر التاسع كله هيكون بالغرزة العدل. نموذج العينة أفكركم بيه تاني، اللي بيكون عندي بمضاعفات العدد 3 زائد 2 هيكون كلهم بالغرزة العدل، يعني مفيش غرز مقلوب هنشتغلها في السطر التاسع. يبقى شغل السطر التاسع كله هنشتغله بالغرزة العدل. يبقى احنا هنخلص شغل السطر التاسع كله بالغرزة العدل. السطر العاشر من السطور الخلفية وهنشتغله بالغرزة المقلوب.
يبقى شغل السطر العاشر هيكون برضو بالغرزة المقلوبة. يبقى افكركم ان كل السطور الخلفية شغلها بالغرزة المقلوبة. وصلنا للسطر الحداشر اللي هو اخر سطر في السطور الامامية، وشغله زي شغل السطر التاسع، هيكون كل الغرز عندي بالغرزة العدل. يبقى انا عندي سطرين، السطر التاسع والسطر الحداشر، بنشتغل كل الغرز عندي بالغرزة العدل، يعني مفيش ولا غرزة بالغرزة المقلوب، لكن السطور الخلفية كلها ثابتة عندي بالغرزة المقلوب. يبقى احنا هنخلص السطر الحداشر كله بالغرزة العدل. السطر الاتناشر ده اخر سطر عندي في نموذج العينة، وهو من السطور الخلفية، وهنشتغله كله بالغرزة المقلوب. يبقى احنا اشتغلنا مع بعض 12 سطر، اشتغلنا السطور الخلفية كلها كانت بالغرزة المقلوب. يبقى احنا هنخلص السطر الاتناشر كله بالغرزة المقلوب، وبنتهي السطر الاتناشر يكون عندي شغل العينة كده عندي انتهى. اشتغلنا 12 سطر، اشتغلنا على نموذج العينة كان مضاعفات لعدد 3 زائد 2. بنكرر السطور من السطر الاول حتى السطر الاتناشر. ارجو ان يكون الشرح واضح والفيديو ينال اعجابكم، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.